إلى حضرات النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى حضرات سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وعبد الله بن أحمد المهاجر، وإلى حضرات سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ أحمد البدوي وسيد الشيخ إبراهيم الدشوقي وسيد الشيخ أبي الحسن الشاذلي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقصاني الحسيني وسيد الشيخ علي خلي قاسم وسيد الشيخ محمد صحيح مربد وأصولهم وفروعهم رضي الله عنه عليهم السلام، وينفعنا من بركاتهم وكرامتهم ونفحاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشهادة شهادتنا الحسن والحسين وسيدنا أبي علوي وأصولهم وفروعهم رضي الله عنهم عليهم السلام، وينفعنا من بركاتهم وكرماتهم نفحاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى حضرة سيدنا الإمام محمد الفاكي مقدم بن علي بعلوي والإمام علوي بن الفاكي مقدم محمد بن علي بعلوي وإخواني والحبابة شيدا زينب أم الفقراء بنت أحمد بن محمد صاحب مربد بن علي والإمام عبد الله بن علوي بعلوي والإمام علي بن علوي بن الفاكي مقدم بن علي بعلوي والإمام علوي أم الفاكي بن محمد صاحب مربد والحبابة فاطمة بنت الإمام علوي أم الفاكي والإمام محمد مولى دولة والإمام عبد الرحمن السقاف والإمام عمر المنذر والإمام عبد الله إدروس والإمام أبي بكر الشكران والإمام أبي بكر الأدني وأخيه إمام شيخ بن عبد الله إدروس والشيخ أبي بكر بن سليم وأصولهم وفروعهم رضي الله عنهم وعليهم السلام، وينفعنا من بركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى حضرة سيدنا إمام علوي بن علوي النسيك بن محمد مولى دولة وإخواني، وإلى حضرة سيدنا إمام علي الأنس بن علوي بن محمد مولى دولة وإخواني، وسيدنا إمام حسن الأحمر الوري بن إمام علي الأنس، وسيدنا إمام حسين محار وأخيه إمام عبد الله بن إمام علي الأنس، وسيدنا إمام محمد بن إمام علي الأنس، وسيدنا حبيب عبد الله بن شاب بن عبد الله بن شاب بن عبد الله الإدروس، وسيدنا حبيب حسين بن عبد الله بن شيخ أبي بكر بن سليم، وسيدنا شيخ عمر بن مخرومة، وسيدنا شيخ مخروف بن جمال، وسيدنا شيخ سعد السويني، وسيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن الأنطاس، وشيخ علي بن عبد الله براس، وسيدنا حبيب أحمد بن محمد الحمسي، وسيدنا حبيب عبد الرحمن مولى عرسي الجفري، وسيدنا حبيب يوسف بن عبد الحسني، وسيدنا حبيب عبد الله بن علوي الخلاد وأخيه سيدنا عمر بن علوي الخلاد، وسيدنا حبيب مشيا بن عبد الله بعبود، وسيدنا حبيب أحمد بن سين الخمسي، وسيدنا حبيب محمد بن فقيه، وسيدنا أحمد بن عمر الهندوان، وسيدنا حبيب طاهر بن محمد بن هاسم معفون بعلوي،
وسيدنا حبيب طه بن محمد بن شاب أحمد بن يايا صيبناد وسيدنا حبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن يايا صيب القرى وسيدنا حبيب عبد الرحمن خدير صيب القرى وسيدنا حبيب أحمد بن عمر بن صمد وسيدنا حبيب حسن بن صالح البهر وسيدنا حبيب حسن بن طاهر بعلوي وسيدنا حبيب طاهر بن حسن بن طاهر بعلوي وسيدنا حبيب علي بن حسن العطاس صاحب مشهد وسيدنا حبيب عبد الله بن حسن بن طاهر بعلوي وسيدنا حبيب عبد الله بن حسن بن فقيه وسيدنا حبيب عبد الله بن عمر بن يحيى وسيدنا حبيب عقل بن عمر بن عقل بن يحيى بعلوي وسيدنا حبيب عبد الله بن علي بن شهاب وسيدنا حبيب عبد الله بن ابي بكر بطيحة وسيدنا سيد عبد الله بن احمد بن شودان وسيدنا سيد عبد الله بن سعدي بن سمل الخضرمي وسيدنا سيد عبد الله يفي وسيدنا سيد عبد الله بعباد وسيدنا سيد احمد رحمدي وسيدنا سيد احمد رحمدي صاحب امبل وسيدنا سيد حسين بن احمد صاحب درجات سدايو وسيدنا سيد ابراهيم بن احمد صاحب تبان وسيدنا سيد شريف هداية الله صاحب جبل جدي وسيدنا سيد مالك ابراهيم صاحب جرسي وسيدنا سيد محمد عين اليقين صاحب جيري جرسي وسيدنا سيد جعفر صادق بن احمد صاحب قدوس وسيدنا سيد عمر سعيد بن عثمان صاحب جبل مريا وسيدنا سيد عبد الرحمن صاحب صاحب كاليجوغو دما وسيدنا سيد سلطان عبد الفتاح دما وسيدنا سيد محمد علي الدين سلطان ترنغونو بن عبد الفتاح دما وسيدنا سيد عبد الكافي عبد الكافي صاحب جبل جدي وسيدنا علي زين العابدين سنن قردي دما وسيدنا سيد حسن الدين البنداني وأصولهم وفروهم رضي الله عنهم عليهم السلام وينفعون من بركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى حضرة سيدنا سيد إمام علوي بن محمد مولى داوود الله وأخيه الأكبر سيدنا سيد إمام عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى داوود الله وسيدنا سيد إمام علي الأنس بن إمام علوي بن محمد مولى داوود الله وسيدنا سيد إمام القطب حبيب حسن الأحمر الوري بن إمام علي الأنس وسيدنا سيد قطب الخاص إمام شريف الدين يحيى بن إمام حسن الأحمر الوري بن إمام علي الأنس وسيدنا سيد إمام أحمد بن إمام شريف الدين يحيى وسيدنا سيد قطب بن خاص إمام شيخ بن إمام أحمد بن يحيى وسيدنا سيد إمام محمد بن إمام شيخ بن إمام أحمد بن إمام يحيى وسيدنا سيد إمام طه بن إمام محمد بن إمام شيخ وسيدنا سيد إمام محمد قاضي بن إمام طه وسيدنا سيد قطب الأقطب والخاص المقرب إمام طه بن إمام محمد قاضي وسيدنا سيد قطب الخاص إمام حسن بن إمام طه وسيدنا سيد قطب المفرد إمام طه بن إمام حسن بن طه بن يحيى بعلوي وأصولهم وفروعهم رضي الله عنهم عليهم السلام وينفعون من بركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم، وإلى حضرة جميع المحبين بأهل البيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وذريته الحسن والحسن وأصحابه وأزواجه، وعلى جميع الأولياء والعلماء الصالحين، ولمن أحسن إليهم في وصولهم وفروعهم رضي الله عنهم عليهم السلام، وينفعنا من بركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا أبي محمد بهاء الدين محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وعلي بيدي ومريدي ومطلق الدين في الدين، أطل الله عمرهم في سعة وعافية، وصرف الله قدرهم وأدم الله عزهم، ويعيد علينا من بركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأسألك اللهم إنا نستعذك أنفسنا وديننا وإيماننا وأهلنا وأولادنا وأمنعنا وجميع ما أنعمت به علينا. آمين. نستعذ الله ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا، وأن تنور بها قلوبنا وقلبنا بنور الله وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة أن تكفينا بها الشر مما نخاف ونهدر، واغفر بها والدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وعزل بها الإمام والأمة ورائية وعليه بها بين قلوبهم، وانفع بها الشر بعدهم عن بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها وإياهم من جميع الأحوال والعفات وسوء الظنون، وسلمنا بها وإياهم في يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر إلينا بعين رحمتك ولا تنظر إلينا بعين سخطك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بنعد القبول وتمام كل صلة ومعمول، وصلاح شأن الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر وبلاء في الدين، ومن جميع البلاء الذي يخرج من الأرض وينزل من السماء، ومن المشاق والغطان ما ظهر منها وما بطن، ومن جميع الأمراض البدن الظاهر والباطن، ومن كل فتنة في أي جهاد من بلاد المسلمين عامه، ومن مشرق الأرض ومغربها، من يمينها إلى شمالها، وانصرنا وإياهم بنور رسلك في الحركات والسكون، واجعلنا من نسبك الذين وفقتهم لانفاق كتابك المكنون، لندخل في حرز خليك، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ف
فإن حزب الله هم الغالبون وجلبتن لكل خير لنا ولوالدنا وأجدادنا وجدادنا وأمامنا وأمتنا وأخوالنا وخالتنا ومشايخنا ومعلمنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا وإجرادنا ونسلنا وأحبابنا ومن أحبنا ولمن عسينا إلى فيك مع اللطف والعافية وأنت النور في قلوبنا وقلبنا بنور الله وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبمعرفتك ومحبتك ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وآل بيته وذريته وأولامعه وأحبابهم ولمن يحبهم ولما أسينا إليهم فيك وأنت مسكنا في طريقاتي وسناتي وبارك لنا وإياهم في أعمارنا وفي أولادنا وبناتنا وذرياتنا واجعلهم من عبادك الصالحين ولا تجعلهم فتنة في الدنيانا وأخرنا وبارك لنا في رزقنا وفي تجارتنا ومصروعاتنا ولا تجعلهم منا الخاسرين والبسنا وإياهم لباس التقوى مع الهدى والتوفيق والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مخنات ولا امتحان بفضل شهيد ولادي عنان ولا كل نيات صالحة وزيادة ومحبة في صرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 تقبل الله تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آخر دعواهم فيها فسبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Makatan engkang saged kawula sumangaken dhateng sedaya masyarakat Brokoh Wonotunggal Kabupaten Batang wabil khusus Soibul Wilayah Desa Brokoh lan keluarganipun Mas Endi Sugito kelawan Ibu Eka Purwanti mugi-mugi hajat engkang nembe utawi kita lampahi mugi-mugi panjenenganipun Al Habib Toha bin Hasan bin Yahya radhiyallahu anhu Anggene sowan dhateng Allah Ta'ala kersa nyuwunaken lan nyuwunaken hajat punapa ingkang badhe dipun pinginaken kalian endik sak keluarga saking kula menawi wonten tembang tembung kula mboten pas saking mana panjenengan kula nyuwun ngapunten ingkang sak kathahipun akhirul kalam wawahul muafiq ila ahwami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.